كثر الجدل في السنوات الأخيرة حول صحة فعالية استخدام أبوال الإبل في العلاجات وما يتم تداوله في الطب النبوي، وقد حذر بعض العلماء بشدة من استخدام أبوال الإبل، معللين ذلك بأنها تسبب أمراضاً كثيرة نظراً لوجود مادة اليوريا في أبوالها أكثر من أي كائن آخر، إلا أن هناك علماء آخرين لهم رأي مخالف نتيجة لأبحاث طبية متعمقة. من حوالي 10 سنوات لفتت نظري يعني الآية القرآنية بتقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني الدور علينا أن احنا نتفكر في خلق الله وفي الـ 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 القرآن is a treasure بالنسبة لنا، it's a book that's never been altered، يعني ربنا سبحانه وتعالى حافظه إلى يوم القيامة. ورد ذكر استخدام أبوال الإبل في الطب النبوي وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذاربة بطونهم. إحنا درسنا الـ 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 البول واللبن بتاع الإبل، وبعدين كان تشرب الاثنين مع بعض، فالبول فيه مكونات، لأن الإبل نفسها بتصنع في الرئة وفي الكبد وفي الأمعاء، بتصنع مادة يعني مادة الهيبرين اللي هو الدواء اللي موجود في السوق بقاله 50 حوالي 80 سنة الوقت، مكتشف من 100 سنة. الهيبرين اللي موجود في السوق العالمية كله من الخنزير، يعني هو ده اللي بيتباع في السوق. طب أنا احنا قلنا طب ليه ما نفصلش الهيبرين اللي جاي من الكامل أورجانز، من اللي هي من الأمعاء والرئة فجبناه ودرسناه، لقينا ان الكامل هيبرين اللي جاي من الاورجنز بتاعته ده عنده درجه امان عاليه جدا، ما بيعملش اللي هو البليدنج سايد افكت زي الخنزير، في نفس الوقت السيفتي بروفايل بتاعته عاليه. وبعدين قلنا طب الهيبرين اللي موجود ده ممكن نصنعه. يعتبر الهيبرين احد الادويه الرئيسيه التي يتم استخدامها بشكل اساسي في الطب كمضاد لتخثر الدم، وعادة ما يستخدم على شكل حقن، ويمتلك جزئي الهيبرين أعلى كثافة سالبة بين كل الجزيئات الحيوية المعروفة، كما يصنف الهيبرين في منظمة الصحة العالمية من قائمة الأدوية الأساسية الأكثر أهمية التي نحتاجها في النظام الصحي. الهيبرين ده هو يعني عليه يعني الشحنة اللي عليه نيجاتيف يعني سالبة، فبينزل فين؟ كله بينزل فين؟ في اليورين. وبعدين خدنا اليورين وجمعنا منها اللي هو الباي برودكت اللي جايه من الهيبرين، لقيناها ان هي ملهاش بليدنج سايد افكت، ملهاش ما بتعملش اللي هو الايه البليدنج سايد افكت بتاعها از مينيمال. لقينا ان في الهيبرين اللي هو البرودكت اللي موجوده في السبعه هم انواع مختلفه من ماده اللي بنسميهم الجلايكوزامينوجلايكانز، السبعه ده هم لقينا ان فيهم اشياء او اسرار غير عاديه، لان دول علاج للسرطان، يمنع اللي هم الجلايكوزامينوجلايكانز اللي موجوده في اللي هم يعتبر باي برودكت من الهيبرين اللي هو بيكون في الرئة وفي الكبد وفي المعدة وبينزل في الدم، وبعدين عشان طبعا الكامل يتخلص منه بينزل في البول، فالبول ملان لودد يعني هاف هم الباي برودكت دول. الباي برودكت دول ان في منهم يعالج السيكل سيل ديزيز اللي هم امراض اللي هو السيكل سيل ديزيز، في منهم السرطان وانتشار السرطان، في من اللي عندك الناس اللي عندهم انفلاماتوري باول ديزيز، في الازمة والالرجي، يعني الاستخدامات بتاعته غير عادية. فاحنا دلوقتي وبعدين لما بنخلط معاه الكامل ميلك، في مادة في الكامل ميلك اسمها لاكتوفيرين بتتحد مع المواد اللي هي عليها شحنة سالبة، واللي في الملك عليها شعبة اللي هي بلس، فديا الاثنين مع بعض بيكونوا كومبلكس نانو كومبلكس. فالنانو برودكت ده هو بيحصل له الابسوربشن بتاعه من الجي اي عالية جدا،
فعلشان كده الرسول قال اخلط ده مع ده. احنا العلم ما توصلش لاي حاجه من هذا الا بعد ما احنا بنكشف عن المواد، لقينا ان المواد فعلا فيه المواد عليها شحنه سالبه وشحنه ايجابيه في الملك. لما بتخلطهم مع بعض بيكونوا كومبلكس مع بعض، بيبقى الافيشنس بتاعته عاليه جدا. تاتي تلك الابحاث كرد علمي واضح مثبت يبين مدى صحه استخدام ابوال الابل والبانها وفق معطيات معينه وضوابط صحيه محدده. الرسول عليه الصلاه والسلام يعني ما ينطق عن الهوى، يعني هذا ايحاء من الله سبحانه وتعالى له، ودي هديه للبشريه كلها. نرد عليهم علميا ان الحاجات احنا عندنا حقوق اختراع على هذا الموضوع، ترد عليهم حقوق اختراع اللي دي يعني طلعت من اللي هو الباتنت اوفيس في الولايات المتحده الامريكيه وفي الوحدات العالميه كلها بتاعت، فمعناها ان الكلام يعني الكلام يعني موثق تماما علميا، ما حد يعني ذيس از يعني اعلى مستوى في العلم، لان الاجهزه اللي عندنا كلها يعني تعتبر على أعلى مستوى في الولايات المتحدة الأمريكية. دعانا الله في محكم آياته إلى التفكر في هذه الدابة الفريدة والبحث فيها واستخراج ما بها من فوائد عظيمة، فقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. صدق الله العظيم.